هذا البرنامج برعاية شركة البيئة الخضراء. بمحمد خبر المحامد يعظم وعقود تيجان القبول تنظم. فله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر تكظم. ليالي 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 رمضان، ليالي 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 رمضان، ليالي 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 رمضان، والله ليالي 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 رمضان. الله هذا رمضان المأمول لن يثني ما قال عذول، هذا رمضان المأمول لن يثني ما قال عذول. الصوم جن فهنيا، الصوم جن فهنيا بربيع الإيمان. ليالي 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 رمضان، ليالي 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 رمضان، ليالي 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 رمضان، ليالي 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 رمضان. والله فيها التراويح، فيها التسابيح، فيها التراويح، فيها التسابيح. والله ضيء المصابيح، ضيء المصابيح بربيع الإيمان. ليالي 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 رمضان، ليالي 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 رمضان، ليالي 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 رمضان، ليالي 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 رمضان. الله 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 الله، ليالي رمضان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سمراء الفضائية، أهلا وسهلا بكم أينما تكونوا، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج مداح الرسول صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما سمعنا في بداية دخولنا إلى الحلقة مع هذا الأناشيد الجميلة ومدح الحبيب المصطفى، إن شاء الله راح نسمعه من أخونا الضيف الغالي على قلوبنا، هو المنشد والمداح، مداح رسول صلى الله عليه وسلم، الأخ الفاضل ياسين الفيصل. مرحبا بك، أهلا وسهلا، حياكم الله، الله يحفظكم. تشرفنا بوجودكم معنا، الله يحفظكم، نشكركم لتجشمكم عنا السفر، الله يبارك، إن شاء الله يا ربي في صحيفة أعمالكم، آمين وإياكم إن شاء الله، ونحشر وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سمعنا منك هذه الأداء الجميل، ونقلتنا الآن للأجواء الحلبية والشامية منذ بداية وأنا أتخيل في تلك الأماكن الجميلة. أريد نعرف أكثر عن ياسين الفيصل، بدايات ياسين الفيصل وبداياته بالذات مع المديح من تحت النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر قناة تكوم الموقرة لتوجيه الدعوة لي، وأسأل الله العظيم في هذه الليالي المباركة أن يفرج عن أهلي في الموصل وهم فيه، وأن يعم الأمن والأمان على ربوع بلادي العراق الحبيب إن شاء الله يا رب. بداية أخوكم المنشد ياسين الفيصل، ماجستير لغة عربية والآن دكتوراه الحمد لله ما شاء الله، قبل فترة أخذت شهادة دكتوراه ما شاء طبعا الله. ويعني صعوبة لأنه تعرف الموصل وأوضاع الموصل صحيح، رغم هذه الظروف وما شاء الله يعني الحمد لله مستمر في الدراسة الحمد لله، الله يفتح عليك. بداياتي كانت طبعا يعني أنا تأثرت جدا بوالدي الله يرحمه الحاج محمد فيصل. والدي يعني كان من أشهر المداحين في الموصل، ما شاء مشهور كان، فأنا تأثرت به كثيرا. يعني
وكنت دائما يعني من أنا وصغير معه في الاحتفالات النبوية في ما شاء الله. تعرف الموصل سابقا كانت ما شاء الله زاخرة بهذه المناسبة. نعم، خاصة في أيام المولد النبوي الشريف. نعم. فكنت دائما يعني أذهب معه لإقامة الاحتفالات النبوية الشريفة. ما شاء الله. فتأثرت يعني تأثر كبير بالوالد، علمني على قراءة القرآن الكريم الحمد لله، وتعلمت أيضا المقامات ما شاء الله. نعم. فالآن يعني شوية ما أعرف لو نسمعكم يعني من طور الحجي الوالد الله يرحمه. لازم يعني لون موصلي هو. نعم، نقول يا سلام. نعم. يا سلام، خاصة بالعتابة، هو يعني الله الله جميل جدا. وأنت يعني راح يصير عندك حمل أكبر. نعم. من بقية المداحين، لأنه إحنا أغلب المداحين يجون على البركة. نعم. وأغلبهم يعني من مناطق ريفية، فتشوفه ما مركز على اللغة العربية. أنت اليوم ماجستير لغة عربية. الله يحفظك. الله يعينك يعني. فشوية نأخذ من طور الحج. أي نسمع نسمع. زلت تنقل من ظهور أماجد بأعز أرحام وخير بطون حتى ولدت بليلة فاستبشرت أم القرى في صبحها الميمون صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير فوق الوصول يا با يا با الله الله اي والله يا عيني محمد من حلات اسمك آمنا بحرف الميم والمصحف يا محمد الله 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 يا با يا با يا با آمنا اي والله يا عيني سعيدة يلحملت بمحمد الله سعيدة يلحملت بمحمد آمنا شفيع المذنبين من العذاب يا با يا با صلوا على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا والرايس لمع عقلي الله 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 يا عيني اخذ قلبي الله هوى المختار والراي وملخ لي صميل الجبد أحمد يا محمد والراي والراي متزورك حبيبي يا
رسول الله. اي والله يا عيني متى زورك يا حبيب الله برؤياي، واشكي لك ضيم حال المسلمين وما جرى. والله عاد يا الرايحين المحمد وصلوا سلام بلي الغالي. استمر استمر احنا ما نريد تقطع. اجواء جميله، الله يفتح عليك يا رب. هذا يعني كان طور الوالد الله يرحمه، رحمه الله عليه، نسال الله تعالى ان يتقبل. طبعا توفى قبل احداث الموصل تقريبا باسبوع يعني تقريبا، وكان دائما يحثني على مواظبه المديح النبوي الشريف، وخاصه بهذا يعني بهالاجواء هذه العتابه الجميله، السويحلي الزهيري الله. يعني كان هو لو يعني لو طور من تسمعه تقول هذا حجي محمد الفيصل ابو سيد ياسين. يا سلام. احنا اليوم انا محضر لك كثير اسئله، لكن انا اشوف انه احنا نعوف الاسئله ونبدي بس نسمع منك. اذا بك حيل يعني. بس انا اريد اسمع منك. انا مالين من الناس، لكن احنا نريد نسمع منكم اكثر واكثر. انتم ما شاء الله امكانيه مباركه وجميله تستحق ان تكون موجوده بالساحه و والناس تسمعها بشكل كبير جدا للأمانة يعني. الله. نفع الله بكم إن شاء الله وعطر الله هذه الأنفاس. الله يبارك. أنت بالضبط إيش قد عمرك وبديت تمدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا يعني كان تقريبا عمري 14-15 سنة يعني قرأت أول قصيدة أمام الجمهور يعني. تتذكرها شنية؟ نعم أتذكرها. شنية؟ بداية كان يعني أوصاف الرسول عليه السلام. أه. وبعدها صلوا. قالوا محمد؟ لا. ولا؟ عذل العاذلون فيك ولاموا كل لوم على المحب حرام. الله. يا جميلا حوى الجمال جميعا وجميل جماله لا يسام لك شعر مسلسل. وبعدها قرأت قصيدة كان الوالد دائما يعني يحب يسمعها مني، خاصة من كنا بالبيت قبل ما يعني أسمعها للناس. صلوا على المبعوث ياسيني قام الشريعة واظهر الدين. حافظيها شباب؟ نسمعها ردة خفيفة هذه وما يسمعون الردة إن شاء الله. يلا نسمع منك موال وحتى الشباب ويانا، لأن أنت مجهز فتشي أكيد، لكن أنا أرد أسمع هذه لأنه الوالد كان يحب يسمعها منك، فإحنا هم يعني صار عندنا فضول أريد نسمعها. الأنبياء من سيدنا آدم إلى الرسول عليه السلام. يا سلام. بس الموالع إن شاء الله العادلون فيك ولامه. ايضا يعني على البيات. على البيات. الله. نعم. سيد المقام كان اعتبره. الله يحفظه. وهو اكثر شيء حرك المشاعر يعني. نعم. يلا بسم الله. عذل العاذلون فيك ولام كل لوم على المحب حرام. يا جميلا يا حبيبي حوى الجمال جميعا يا جميلا حوى الجمال جميعا وجميل جماله لا يسام لك مشي على الرمال خفي لك في الصخر غاصة الأقدام لك شعر مسلسل آه
لك شعر مسلسل ذو سواد أينما أينما سرت ظل لك الغمام لك حوض يوم القيامة يروى منه ناس مصدقون كرام دمع يا عين يا عيني دمع يا عين اي والله يا دمع يا عين عالوجنات اللي ولو جيتي لعند الحبيب يا عيني بشوقك يا ابو ابراهيم اي والله يا عيني اني بشوقك يا ابو ابراهيم هل لي يحرمني النوم ودعاني تراب يا با كل من يحب محمد يصلي على محمد يا با حبيبي يا رسول الله اي والله يا عيني محمد اي والله يا ابا محمد نور دلالي والعيون ومن جود البحر كرام والعيون اي والله يا ابا سعيد الشاف حضرتهم بالعيون يشوف رياضهم ويشمل يا با يشوف رياضهم ويشمل طيام صلوا على المبعوث ياسيني صلوا على الموصوف ياسيني قام الشريعة واظهر الدين صلوا على المبعوث ياسيني صلوا على المبعوث ياسيني قام الشريعة آدم وحواء أبو الخلائق والبشر هو نظرة علي يا أهل المروة طول الدجى ما غمضت عيني صلوا على استدعي تقبل دعانا كلما ندعي كان حنيفا دينه شرعي
وقال نوال المسلمين صلوا على المبعوث يا سيدي صلوا على المبعوث يا سيدي قام الشريعة صاحب الحوت عنه روينا أخبار مثبوتة لما نجا من ظلمة الحوت أنبت عليه شجرة يقطيني صلوا على المبعوث يا سيدي الشريعة وظهر الدين حبيبي يا رسول الله 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 صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جزاك الله ألف خير جزاك الله الله يعطر هذه الأنفاس يعني البيات مقام بروح عجيبة سبحان الله وبمدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني تحس هذا تلمس هذه الروح الموجودة فكيف إذا في عالم ثاني طبعا فكيف إذا كان من صوت مثل صوتك الله يحفظكم نسأل الله تعالى أن يحفظ لك هذه النعمة المباركة إن شاء الله وأن ينفع بك إن شاء الله جزاكم الله الـ يعني أنت كنت تصاحب الوالد نعم. في العديد من نعم. المناقب النبوية نعم. هو الوالد الله يرحمه إلى متى آخر فترة ظل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم والله بال2009 أصيب بنوبة قلبية كانت هي الأولى طبعا بعدها ما قدر يعني يمدح إلا قليل جدا يعني فقط يعني خاص جدا يعني تعرف أصدقاء يعني يجون يأثرون عليه كثير فيروح يعني ما دقيقة دقيقتين خمس دقائق كثرت ويسكت لأنه كان يتأذى جدا هاي كانت يعني آخر شيء تقريبا من 2008 إلى 2009 اي نعم لكن انت استلمت الرايه طبعا وما تتنازل عنها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لابني يا محمد ان شاء الله ايضا صوته جميل اي طبعا ما شاء الله محمد ومؤمن كان المفروض تجيبه معك حتى نسمع يعني والله سبحان الله اليوم كان النتائج مال المدارس وما نعم. قدر يجي لازم يروح ان شاء الله أي. طيب فبعدها استاذ بلا مقطوع كلامك الا بالخير بعدها اردت ان اطور نفسي لان تعرف طور المدح يعني يلتزمون فقط البيات والعتابة والسويحلي والزهيري فبعدها ردت أطور من نفسي فكان عندنا فرقة الملتقى يمكن نعم معروفة, معروفة الأخ أبو أحمد طبعا عبر قناتكم أوجه له تحية وإحنا كذلك وهو الآن في الموصل ما شاء الله الله هو والأخ عبد الله سليم أبو أمين الله يفرج عنهم إن شاء الله يا رب فعرض علي الموضوع أنه الانضمام إلى فرقة الملتقى فيعني بدأت بالتطوير نفسي في هذه الفرقة فتعلمت منهم كثير يعني النشيد وصول النشيد أنتجت ألبومات خاصة بك ولا؟ نعم سجلنا احنا كان تعرف الدعم جدا قليل يعني صحيح. في هذا المجال يعني احنا بدأنا بتطوير نفسنا يعني الدعم الذاتي وأيضا عبر الوقف السني أيضا نوجه لهم تحية نعم كذلك نعم إلى أن إحنا سوينا استديو خاص بينا والأخ أبو أحمد دخل دورات في أعتقد في سوريا تعلم أنه يسجل أنا قبل ما أنضم للفرقة هم كان عندهم مشاركات عديدة يعني نعم أعتقد جنابك أيضا كان معاهم حسب ما أذكر يعني ذكريات جميلة أي أيوة والله في جمعية أعتقد شبان المسلمين صحيح صحيح وشاركوا في أناشيد كثيرة نعم. وحازت المراتب الأولى صحيح. في الفلوجة أيضا طبعا هم يعني الأخ أحمد سعيد دز لي السي في مال الفرقة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتواصل وياهم إن شاء الله إن شاء الله طيب إحنا الآن نريد نسمع منك شيء يعني نعم فقمت يعني أسجل بالفرقة وسجلنا تقريبا
يعني على وشك أن نصدر الألبوم وسبحان الله صارت الظروف في الموصل. يعني كملنا التسجيل، سجلنا أناشيد كثيرة بمدح الرسول عليه السلام، وخاصة يعني بي كثيرة، يا رباك ربك جل من رباك، ألحان الأخ العزيز عبد الله سليم، على الفتنة أيضا اللي مر بها بلدنا، وكثير أن يوفقكم جميعا. إحنا راح نسمع لك، من راح نسمع منك، لكن خلينا نطلع إلى فاصل إن شاء الله ونرجع إن شاء الله. مشاهدينا الكرام لا تروحون بعيد، خليكم أمام شاشتنا، راح نروح إلى فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا. عدنا إليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من مداح الرسول. طبعا قبل الفاصل مثل ما سمعنا وإياكم لضيفنا الغالي محمد، عفوا ياسين الفيصل اسم النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. وسمعنا العديد من المدائح الجميلة أخي ياسين. قبل الفاصل كنا نتحدث عن أنشودة لك، أريد نسمعها منك إن شاء الله. شنو هي عنوانها؟ هي يعني من تراث الموصل، طبعا هي عبارة عن خليط شامي موصلي، وخاصة بالملع عثمان الموصلي، قريبة من اللون الحلبي يمكن. نعم قريب، حكم قرب المناطق وكذا. نعم. وإن شاء الله لها قصة هذه الأنشودة إن شاء الله. نسمع إن شاء الله. نسمع إن شاء الله. وبعدين نسمع قصتها، الوقت نحكي قصتها أول. لا بعد ما أسمع. بعدها. إن شاء الله. يلا إن شاء الله خير. فيك كل ما يرى حسن يا عيني، فيك كل ما يرى حسن يا عيني، مذ رأيت وجهك الحسن يا عيني، قد تبعت نهجك الحسن يا عيني، جل من بي عليك من هادوا يا حدة الركب، إن قلبي من فراق الحب أن ليس لي سوى دمعي ثمن، وأعد لنا حديث من آمل العيون بالمنن، أحمد الذي سن السنن، طه علم العلماء الكرماء علما سما وسما علما في حما ربي السما، من لنا إذا ضاق الزمن نتقي به هول المحن، من لفقده الجذع حن، من لنا إذا ضاق الزمن نتقي به هول المحن، من لفقده الجذع حن، طه علم العلماء الكرماء علما سما وسما علما في حما ربي السما ربي السما ربي السما، ثبتنا يا ربي في هذا الدين، وارفعنا يا ربي في عليين، واحشرنا ربي في القوم الناجين مع طه والشهداء والصديقين. آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. مولانا مولانا يا رب البرايا، 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 بالهادي طهرنا
وارحمنا وارفع البلايا آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين الله 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 آمين يا رب العالمين. أي والله آمين. هذه رائعة جدا يعني. الله يحفظك. دكتور هذه قصة الأنشودة شاركت فيها في منشد الشارقة. ما شاء الله. للنسخة السادسة. نعم. يعني شاركت أنا لم يعني أسافر للإمارات وإنما شاركت عن طريق تسجيل يعني. فقدمت في هذه يعني هذه الأنشودة والحمد لله مباشرة جاني الخبر بأنه قبلت تمثيل العراق في منشد الشارقة. ما شاء الله. للنسخة السادسة. نعم. شو المرتبة اللي أنت حصلت عليها؟ هو كان في سنتنا إحنا من كل دولة يطلع منشدين اثنين. فيعني صدفة أنا والأخ عمر طلال طبعاً هم نوجه تحية عبر أيضاً قناتكم. نوجه تحية. عمر طلال الحيالي أيضاً من الموصل. نعم. ف يعني ذهبنا إلى الشارقة سوية. ما شاء الله. وأيضاً في رمضان. قدمنا يعني الأناشيد وعبر حلقتين كان في رمضان وبعد العيد يعني في أعياد الوطنية للإمارات. بعدها يعني أول اختيار كان عبر اللجنة يعني الاختيار عبر اللجنة. ثاني اختيار يعني ثاني الاختيار كان عبر التصويت. نعم. ف يعني أنا من رأيي عبر التصويت هذا يعني كان فيه تصير إلا ما تصير مظلمة فيه لأنه تدخل المحسوبية والعشائرية والمناطقية والدولة. نعم. طبعا الأخ عمر طلال حبيبي وصديقي وطبعا أخ عزيز يبقى للأبد. فبعد هذا يعني كان يختارون من كل دولة فقط واحد يكمل النهائيات. فسبحان الله أنا رجعت للإمارات الحلقة الثانية يعني هو بهالحال أنتوا كنتوا اثنينكم لسه يعني بالبداية اثنين نسوة. أول حلقة صعد أول حلقة سوية ذهبنا إلى الإمارات. ثاني حلقة انفرادية كل واحد مع مجموعة. نعم. مع المصري والإماراتي والسوداني أعتقد والمغربي والجزائري. فالحلقة الثانية أنا ذهبت للإمارات استقبلني الأستاذ فيصل أيضا نوجه له تحية حبيبنا. فمباشرة بدون أي سلام قال لي ما شاء الله أنت تصويتك حيل عالي جدا. والمصري أيضا منشد مشارك المصري قال لي يا عم أمي بتدعي عليك. قلت له ليش يا أبا تدعي عليك؟ قال لي تقولوا ياسين الفيصل راح يسبقكم تصويته كله بالشاشة ياسين الفيصل. فرجعنا يعني ما أعرف في ليلة وضحاها تغيرت الموازين. فظهرت النتيجة يعني مباشرة تظهر بعد يعني أعتقد بشهر الثامن أنه الأخ عمر طلال يعني أعلى ما يخالف المهم عراقي. لا المهم عراقي ومن الموصل. هو شو جاب مرتبة عمر؟ ما جاب مرتبة يعني ذهب حلقة واحدة وخرج من التصفيات الأولية. الخير فيما اختاره الله لكن انت ان شاء الله اسمك اكبر حتى من التصويت ومن هذه الأجواء يعني عبر قناتكم ايضا يعني احنا نخاطب القنوات اللي ترعى هيك برامج انه بطل التصويت احسن خليه على اللجنة افضل يعني انت ما اعرف يعني رايك هو لانه اعتقد يعني هذا الموضوع اصبح هو كوسيله دخل للبرامج هذه يعني ممكن او ممكن انه هو وسيله لمشاركه المشاهدين في هذا الموضوع لكن نعم. يعني يبقى هو التقييم الحقيقي الناس يتقيم هذا الشيء لكن احنا ندعو بنفس الوقت انه الناس عندما تصوت لمثل هذه الاصوات ان تصوت بتجرد عن المحسوبية. نعم. وعن العشائرية لو تصوتوا بهذا الشكل بالعكس يعني للكفاءة. نعم. أكيد راح يبرز. لا يعني أعتقد القناة هي ما بحاجة يعني هذه الأمور. نعم. وخاصة لو برنامج ديني يعني. نعم. نعم. وبمدح الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ورسالة هادفة أيضا شاركون في برامج أخرى إن شاء الله وانتم ما شاء الله وجهكم أبيض يعني دائما نسمع منك شيء والله على رحمة أريد موالات حلوة العبوديات إذا أكو زهيري يعني انقلنا من حال إلى حال خلينا نعيش الأجواء إن شاء الله. يلا بسم الله. أمان 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 يا رب حالي نحل الله
يا الله يا رب حالينا حال والعزم مني موحد إلك من يوم قالوا بلى الجاب ذكرك لساني قال قلبي بلى واحد أحد لا شبيه ولا مثيل سواك وإن مس نظر يا يابا ما لنا يا إلهي سواك أنت جميل الستر لو حاط بين البلاء أمان 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 أنا البجت عيني عيني بجت عيني بجت عيني وعين أمي على أخوي أنا البجت عيني وعين أمي على أخوي وأنا العالي إذا قالوا على أخوي على أخوي أثار الناس تنشدني على أخوي وأنا منين أجيب الجاب تم يا أب يا يابا أوف لفاني العيد وأحبابي يا أهل الموصل لفاني العيد وحبابي بعيدين وحق الشوف يا ابن مياب يا يابا الله 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 مو بعيدين أنا سألت الله أنا سألت الله يجمعنا بعيدين افرح ويزول عن قلب الغثاء رحل عني عزيز القلب والعين والعين يا يابان الرحل عني عزيز القلب والعين والعين بقلبي بيت الحسرات والعين على
عليك الصبر يا ربي والعون على فراق العزيز من الأحباب. أمان 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 دمعي جرى من عيوني على الذي فارقوني. دمعي جرى من عيوني على الذي فارقوني. يطول حزني عليهم راحوا ولا ودعوني. دمعي جرى من عيوني على الذي فارقوني. يا طول حزني عليهم راحوا ولا ودعوني. راحوا خلونا يتامى يا حسرتي والندامة. راح وخلونا يتامى يا حسرتي والندامة. أحبابنا مع السلامة طوني وعاد حتى تجوني. يا دمعي جر من عيوني على الذي فارقوني. يا طول حزني عليهم راحوا ولا حماهم. يا ليت عيني تراهم. راحوا خلوني بحماهم يا ليت عيني تراهم. وخلفوني وراهم وبالفراق أحرقوني. دمعي جرى من عيوني على الذي فارقوني. يا طول حزني عليهم راحوا ولا ودعوني. الله 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 يا فضل. شو الكلام الحلو هذا؟ الله يا فضل. مين مؤلف القصيدة؟ والله هذه سمعتها من الملا احمد، ايضا نوجه له تحيه. ايضا من ما شاء الله من الاصوات المتميزه جدا في الموصل، ايضا من اصدقاء الوالد ما شاء الله، وكان ايضا يعني صاحب صوت جميل ونغم ايضا جميل ما شاء الله. الله واللحن من عنده؟ لا، اللحن يعني هذا أنا من عندي ما شاء الله. يعني اللحن هو كان يسويه مرة على البيات مرة على الحجاز، بس الأكثر كان على البيات، لكن أنا دائما أسوي على الحجاز. طيب أنا يعني شرف البرنامج على وقت الانتهاء، لكن أريد أختم البرنامج بموال منك، موال لو أبو الدقيقة يعني.
حضرة المختار ماذا أنشد ولأي نهج في البلاء فالحب ليس قصيدة يا فالحب ليس قصيدة نجدو بها والعشق ليس عبارة تتردد. الآن حبيبنا العراق، قف بالعراق حبيبي يا عراق يا عراق، قف بالعراق بلاد الآل والرسل، قف بالعراق بلاد الآل والرسل، عين العقول وعين العلم والعمل، قف بالعراق وطفا حاءه خجلا، هنا مقام نبي أو هناك ولي، قم للعراق، قم للعراق وعظم شأنه أبدا، إن العراق إن العراق مقام للإمام علي. الله الله. إي والله يا عيني يا عيني يا عيني، إي والله يا بغلي وحباب قلبي ولعوني ولعوني ولعوني، وعلى حبك يا العراق ولعوني ولعوني ولعوني، اي والله يا ابو القلب مشتاق ولعيني تذرف مثل ناعور حزين، يا قلبي يا با يا با يا يا با تذرف مثل نعور السحاب. Oh.
يا با والله يا با احبابي 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 وين ما راحوا يحلون يحلون بقلبي عقدة همومي الحبيب يحلون يحلون كاس المر بالبلسم يحلون أصبح كاس طيب للشراب أمان 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 حبيبي يا عراق. جزاك الله خير. دي نبدأ منشين. سلامة عجم صفك يا عراقي بقوة ما شاء الله يجمعنا شاء الله. ويزيل الهوة إن شاء الله الحلقات القادمة أكيد إن شاء الله يكون عندنا متسع وقت أكبر ونسمع منك أكثر وأكثر إن شاء الله حبيبي بإذن الله تعالى. الله يجزيك الخير زاك الله ألف خير وعطل الله هذه الأنفاس. الله يحفظك. صلى الله تعالى نشرك ويانا والمستمعين والمشاهدين مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس وزاك الله ألف خير ونشكرك مرة أخرى لوجودك معنا إن شاء الله الأيام القادمة أكثر وأكثر إن شاء الله. وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم حتى نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج مداح الرسول. هذه تحياتي محبكم مصطفى العزاوي وإلى اللقاء. بمحمد خبر المحامد يعظم وعقود تيجان قبول تنظم فله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر تكظم. تشاهدون في حلقة الغد من مداح الرسول. حين الطرف حبيبي لو تراه الله الله ضحوك السن للعاشق تراه الله الله كحيل الطرف حبيبي لو تراه الله الله ضحوك السن للعاشق رماه الله الله ولم يكن الهدى لولا هداه ولم يكن الهدى لولا هداه ولم يكن الهدى لولا هداه وهذا الكون أنار بنور طه قمر قمر والألف اسمع مني حب النبي مهيمني عني الذي متعني الله الله سعد الذي متعني الله الله للمصطفى يشكو الحال فضل عسى يعود الذي منك عودتنا الله 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 لا إله إلا ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من ال
الأهوال مقتحمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامراء في رمضان، سر من صام. هذا البرنامج برعاية شركة البيئة الخضراء.